وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من مجلة روابي. مع تقدم المراحل الإنشائية في مدينة روابي بصورة ملموسة، وجد الكثير من العمال الفلسطينيين فرصا متزايدة للعمل فيها، وذلك إما بصورة مباشرة أو من خلال التعاقد مع المئات من المقاولين والموردين المحليين من كافة القطاعات الصناعية والإنشائية، مما شكل أحد الأصعدة الحيوية التي تسهم بها المدينة في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني. أحد هذه القطاعات التي سنلقي الضوء عليها في حلقة اليوم قطاع الحديد، حيث ستحفل حلقتنا اليوم بالعديد من اللقاءات والحوارات مع أصحاب الورش والعمال. إليكم أبرز العناوين. في إطار المراحل الإنشائية المتقدمة التي وصلت إليها المدينة، روابي توفر فرص عمل واسعة في قطاع الحدادة. روابي تتزين بأعمال حديدية مميزة جمعت بين إبداع المهندس الفلسطيني ومهارة المصنع المحلي. للحديث أكثر عن الموضوع، لقاء مع كل من السيد إبراهيم ذويب من نقابة عمال فلسطين والمهندس محمد شعيبي أحد مهندسي الإشراف في المدينة. روابي المدينة اليافعة تتصدر درب التقدم والرقي، ليقف الاقتصاد الفلسطيني شاهداً على النقلة النوعية التي أحدثتها المدينة في كافة المجالات. فقد أدى تعاقد المدينة مع الورش المحلية من مختلف محافظات الوطن إلى إنعاش قطاع الحدادة بكافة مكوناته، وخاصة العمال وأصحاب الورش الصغيرة، حيث تجاوزت عقودها حتى مرحلة البناء الحالية المليوني دولار. ومن المؤكد أن هذه الأعمال ستلحظ توسعاً أكبر في الفترة القريبة القادمة بالنظر إلى تسارع أعمال استكمال البناء في المدينة. إليكم التفاصيل. ورش الحدادة في فلسطين وجدت ومن خلال عملها مع مدينة روابي الفرصة الأمثل لاستدامة وتطوير أعمالها، كما أسهم تعاقد روابي مع هذه الورش في توفير فرص عمل واسعة ومصادر رزق هامة لأعداد كبيرة من الحرفيين والعمال الفلسطينيين لتأمين احتياجات أسرهم بكرامة. ويشير المراقبون إلى أن هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون وارتفاع معدلات البطالة. هذا عن مصدر الرزق الثابت يعني، والزيادة في عدد العمال، وزادنا خبرة، زاد عندنا تصاميم جديدة لشغلنا، تطوير لشغلنا، تطوير ماكينات جديدة. طبعا قمنا ب يعني جلب ماكينات جديدة. أنا صار لي تقريبا 3 سنوات بشتغل مع روابي، كان شغل مستمر من هدول 3 سنوات الماضية، فكان في مصدر ثابت للدخل عنا مع المدينة روابي. هذا فخر كبير إلنا، إحنا بنعتز إنه بنشتغل في هاي المدينة، مدينة موجودة على أرض الوطن ومدينة نوعية ونموذجية كمدينة أولى في فلسطين. احترام وثقة القائمين على المدينة بالخبرات المحلية ومهنيتها وحرفيتها المنافسة شكل حافزاً للورش المحلية للتطور وإنتاج أعمال حديدية بجودة عالية تصنع لأول مرة في فلسطين، كما أسهمت التصاميم الإبداعية وإجراءات ضبط الجودة الفاعلة التي طورها مهندسو المدينة في التطوير النوعي للمنتج الوطني بكافة تفاصيله ورفع خبرات وكفاءة العاملين في هذا القطاع. نتأمل إنه يظل مستمر يعني على سبيل الواحد يظل، لأنه في عنده أولاد وفي عنده مرأة وفي عنده يعني بده، والمصاريف غالية يعني اليوم. أنا بفتخر في مدينة زي هذه يعني، مدينة فلسطينية، وإحنا بنتأمل إنه يعني يصير في مدن أكثر من هيك أخرى على سبيل الناس جميعها تشتغل يعني. والله علاقتنا في المهندسين كويسة، وهم يعني مهندسين كويسين وبعطونا خبرة كثيرة، لما بيجوا عنا يزورونا على أماكن العمل بينصحونا يعني نصائح ونستفيد منهم. فأنا لما بدي أروح على إسرائيل وبدي أفوت تهريب وبدون تسريح وبدون كذا وبهدل اللي قاعد بتصير من العدو، أنا قاعد باجي على مدينة الروابي بشتغل فيها بحرية، بروح بوقتي ما بخافش إنه في حاجز، ما بخافش إنه يطلعني. كمان هو صحيح يعني دخل ورزق وباب رزق جديد انفتح جدا يعني. احنا فخرين ان نشتغل مع مدينه روابي، فامنت لنا مصدر رزق منيح بساعد عائلتي وهيك. والله الحمد لله رب العالمين يعني، اكتسبنا هاي الصنعه والحمد لله يعني، بلشنا الشغل في روابي من فتره يعني كبيره، وما شاء الله مدينه نموذجيه بالفعل، ويعني وفرت لنا مصدر رزق، وإن شاء الله أنه نستمر يعني في بنيان هاي المدينة،
ونتمنى لها النجاح الدائم. القائمون على المدينة قد عقدوا العزم على مواصلة العمل مع المصانع المحلية خلال مراحل البناء القادمة لتفتح آفاق جديدة توفر فرص عمل أكثر، مسهمة في ذلك في تخفيف حدة البطالة في السوق الفلسطيني وإعطاء الأولوية للاستثمار في قطاعات لا تزال تواجه تحديات كبيرة. أضفت أعمال الحديد في المدينة صبغة جمالية مميزة جاءت نتيجة لتناغم إبداع التصميم ورونقه ودقة المصنع المحلي في التنفيذ بأحدث المعدات والتقنيات. التفاصيل في التقرير التالي. تعتبر التصاميم الهندسية لأعمال الحديد في المباني السكنية من أبواب خارجية ودرابزينات وتراسات وحمايات وغيرها نقلة نوعية في هذا المجال، فمهندسو روابي أبدعوا في إيجاد تصاميم جديدة تجمع بين الأناقة والجمال والبساطة. المتجول في أحد أحياء المدينة سيلاحظ التنوع في التصاميم الزخرفية المستوحاة من الأشكال الهندسية والخطوط الطبيعية ليكون كل منها قطعة فنية مميزة، كما وأن مراعاة المدينة لجمال ووحدة تصميم جميع أعمال الحديد الخارجية ومدى تناسقها مع لون الحجر والشبابيك في العمارة أضفت لها جمالاً خاصاً، وأعطى تنويع الأعمال الداخلية من حيث اللون والتصميم هوية خاصة لكل بناية فيها. وللتأكد من تطبيق كافة التفاصيل بشكل سليم ومطابقتها لمواصفات ضبط الجودة، يقوم مهندسو المدينة بإيجاد التصورات الوظيفية والإنشائية منذ البدء بتحضير التصاميم الهندسية لكافة العناصر الحديدية ووضع المواصفات القياسية لها، إضافة إلى التفاصيل الخاصة بطرق الجمع والتركيب والدهانة، كما يتم الإشراف والمتابعة مع الورش المحلية في كافة مراحل التنفيذ بحيث تضمن الديمومة الكافية لها ولأدائها لوظيفتها في تأمين الحماية المطلوبة على مدى العمر الافتراضي للمبنى. تكامل عناصر أعمال الحديد وإبداع تصاميمها ودقة تنفيذها وجدت لتنتج إبداعاً وتميزاً تفخر روابي بتقديمه ببصمة المورد المحلي. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد إبراهيم الذويب عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأيضاً المهندس محمد شعيبي من مدينة روابي المشرف على أعمال الحديد. أهلا وسهلا فيكم في مجلة روابي. بداية أستاذ إبراهيم، طبعاً روابي قامت بإبرام عقود تتجاوز المليوني دولار مع الموردين المحليين فيما يتعلق طبعا بأعمال الحديد، هل لك أن توضح لنا القيمة الفعلية على الأرض لهذه العقود وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية اللي هلأ احنا عم نمر فيها اللي هي صعبة في عملية رفع وتطوير قطاع الحديد في فلسطين؟ نحن في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كممثلين كأحد أطراف الإنتاج وممثلين لقطاع العاملين ننظر باهتمام بالغ وبدرجة قصوى من الاحترام والتقدير للطرف الآخر من أطراف الإنتاج وهو الرأس المال الوطني الذي دوما كنا نفخر ونعتز به بأنه هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة الفلسطينية. وفي هذا الإطار فإن المشاريع التي يقيمها مدينة روابي وهي مشاريع واعدة وتؤدي إلى مزيد من تشغيل العاملين، بل ما نطمح له أن سواء في قطاع الحديد أو قطاعات أخرى من قطاعات الإنشاءات الحد من نسبة البطالة التي تتفاقم في الآونة الأخيرة. مهندس محمد، طبعا أنت أحد مشرفين في مدينة روابي على أعمال الحديد في المدينة، حدثنا أكثر على آلية التصميم والمعايير التنفيذ المتبعة في المدينة بخصوص أعمال الحديد. طبعا كأي عملية تصميم بتبدأ بفهم واستيعاب المضمون والمطلوب من هذه العملية، طبعا بتمر بمرحلة بدها باك جراوند أو خلفية محترمة عند المصمم. بنبدأ طبعا بعمل مجموعة من الخيارات أو مجموعة من السيناريوهات اللي بتلبي أغلب الأذواق وبتلبي التصورات الحديثة خلينا نقول في التصميم. بنعمل مجموعة من الخيارات، بنحصر هاي الخيارات عن طريق استشارة مجموعة من المهندسين المميزين
سواء في السوق أو في المدينة نفسها، وبالتالي بنخرج بشريحة مميزة من هاي التصاميم اللي بتلبي الأذواق وبنفس الوقت بتلائم البيئة المحلية الموجودة عندنا، وبتندرج تحت سقف أعلى المعايير العالمية المطلوبة في هذا المجال. أكيد. أستاذ إبراهيم، طبعاً تعاقد مدينة روابي مع الموردين المحليين هذا بسهم في إيجاد مصدر رزق دائم للعمال ولهذول الموردين الفلسطينيين، كيف ساهم هذا الأمر بالحد من توجه العمال إلى المستوطنات؟ وإيجاد طبعاً بديل وطني لمصدر الرزق لأيادي العاملة، هذا موضوع جداً مهم. بالتأكيد أي مشاريع كانت بغالبية المشاريع الفلسطينية هي مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر بنسبة بتفوق 90%، لكن أن نرى مشاريع بحجم روابي بهذا الحجم الاستثماري الرائع الريادي بالطبيعي بالتأكيد هو أدخل إسهامة جديدة على إمكانية التشغيل بشكل دائم وليس مؤقت، ابتداء من اقتلاع الحجر من أرض فلسطين روابي إلى البدء بنمو هذا الحجر بأرض فلسطين كما تنمو الزيتون بهذه الجبال الفلسطينية. وبما أن روابي مدينة روابي حدت من التوسع الاستيطاني باتجاه الأراضي الفلسطينية وهذا ما نعتز به، أيضا ساهمت بتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية من القرى المحيطة بهذه المنطقة ومن كافة المناطق الفلسطينية في هاي المدينة، وبالتأكيد ذلك يحد من توجه هؤلاء العاملين إلى أماكن عمل سواء بالمشاريع الإسرائيلية بشكل عام أو بالمستوطنات على وجه التحديد. مهندس محمد، ما أكثر ما يميز أعمال الحديد في مدينة روابي؟ مدينة روابي أعمال الحديد طبعا في كتير أشياء بتميز مدينة روابي، مش فقط أعمال الحديد، بس تحديدا أعمال الحديد التصاميم المختلفة، الدرابزين، الحمايات للشقق، هذا كله مميز في مدينة روابي، كيف تقدر تعطيني فكرة عنه؟ يعني إذا بدأ أقول لك أنه الميزات كثيرة، ولكن إذا بدأ أحصر أهم هاي الميزات بقدر أقول شكلاً إنه التصاميم اللي قدرنا نوفرها أو قدرنا نستخلصها من مجموعة من الأفكار والتصاميم هي تصاميم مميزة بحد ذاتها، طبعاً تلائم وظيفتها بشكل مثالي، تقوم بدورها سواء من ناحية حماية أو من ناحية توفيرها مثلاً لطرق الدخول والخروج للعمارات. الأفكار اللي انحطت فيها هي أفكار مميزة وحقيقة مميزة في السوق، ما بتلاقي هاي الأفكار اللي إحنا قدرنا إن نحطها، بتأدي وظيفتها بشكل مريح وآمن، وهدول النقطتين الرئيسية تركزنا عليهم، الراحة والأمان في تحقيق الوظيفة المطلوبة منها. طبعا إضافة إلى أنه التكلفة التشغيلية في المستقبل، يعني رعينا باختيار التفاصيل وبتطبيق هاي التفاصيل، رعينا عناصر الديمومة وتقليل التكلفة التشغيلية وتقليل تكاليف الصيانة في المستقبل. طبعا كل هذا تم من خلال التفاصيل اللي أنت بجوز في أغلب الحالات يعني ما بتشوفيها، ولكن هي موجودة داخل هذا العمل. أستاذ إبراهيم، مشروع كروابي طبعا تساهم منذ نشأته بتشغيل الأيادي العاملة، كيف يؤثر ذلك في الحد من نسبة البطالة سواء في قطاع الحديد أو بشكل عام؟ إحنا عندنا نسبة بطالة جدا كبيرة، توسع القطاع الخاص بهاي المشاريع قديش رح تفيد الطلاب المتخرجين الجديد أو الهلأ حاليا عاطلين عن العمل؟ روابي وما شابهها أو أي مشاريع فلسطينية جديدة بالطبيعي إنها بتحد من نسبة البطالة، لكن ما ندعو له كاتحاد عام لنقابات عمال فلسطين في ظل هذه الآونة، ندعو رأس المال الوطني ورأس المال الفلسطيني ليضخ أمواله بفلسطين، لأن روابي هي نموذج لنجاح الرأس المال الوطني بأن يعمل في الأرض الفلسطينية في ظروف آمنة، وهذا أكثر مصدر اعتزاز لنا مع رأس المال الوطني، ليشكل بكونه رأسا مالا وطنيا يسهم بالحد من الإشكاليات البطالة القائمة، لأن السلطة الوطنية ولا بأي شكل من الأشكال ممكن أن تشكل بديل لتشغيل كل العاملين الفلسطينيين. طبعا أكيد. من خلال طبعا تعاملك مباشر مع ورشات الحداد المحلية، طبعا بتتابع وبتشرف عند التركيب، بدي توصف لي العلاقة التكاملية معهم وكيف لمست قدرة وحرفية الصناعة الفلسطينية
يعني مدينة روابي حتبين جمالية وخبرة والتفاصيل هاي الصغيرة اللي إحنا بنقدر نصنعها، وإيش دور المدينة بمهندسيها في تعزيز قدرة المنتج المحلي على مواكبة التطور والتسارع في البناء؟ يعني الحقيقة نقطة بستحق أني أشيد فيها، أنه قدرة فعلا عمالنا الفلسطينيين، قدرة الفنيين ومهنيين الفلسطينيين، بالرغم من أنه يعني الظروف اللي محدودة الكثير اللي إحنا بنعيش فيها، لكن عندهم قدرة الحمد لله ممتازة على فهم واستيعاب وتطوير أنفسهم كمان. طب على الصعيد الشخصي، إيش شكل لك العمل في مدينة روابي؟ يعني بدي أقول لك التجربة مش بسيطة اللي إحنا اشتغلنا فيها، سواء كماً أو نوعاً. مبسوط جداً أنه أتيحت هاي الفرصة أنه أكون جزء من هاي المنظومة المتكاملة اللي راح تنتج لنا إن شاء الله مدينة روابي النموذجية. كل التوفيق لك مهندس محمد. وآخر إشي، إيش تقدر تعطينا كلمة أستاذ إبراهيم لروابي؟ يعني روابي هذه المدينة الواعدة، نتمنى أن يكون العاملين فيها يعملون في ظل ظروف عمل لائقة تتيح لهم الكرامة الإنسانية، كون هاي المدينة سوف يعمل العاملين فيها أيضا ما بعد إتمام المدينة، وهذا ما يسعدنا ويثلج صدورنا كنقابات وممثلين لقطاع العمال. أنا كثير بشكركم، ويعني بشكركم كثير على وجودكم معي وعلى المعلومات اللي أضفتوا لي إياها في مجلة روابي. شكراً كثير لكم. نكون قد طوينا آخر صفحة في عدد اليوم، بأمل اللقاء بكم في العدد القادم، ولكن قبل الوداع نقول روابي قصة تروى ولا تنتهي. إلى اللقاء.